الخير، ما هي المصالح الروسية التي فرضت التدخل العسكري الروسي في سوريا؟ وهل ينطبق حساب الحقل الروسي على حصاد الميدان أم أن مفاجآت قد تطرأ؟ هل يستفيد لبنان من الحراك السياسي والإقليمي بشأن سوريا؟ عاصفة السخوي فوق سوريا وتداعياتها على لبنان، مع ضيفنا الليلة السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبيكين. أهلا وسهلا فيك وشكرا لوجودك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك سعادة السفير. طبعا هناك الكثير من الأسئلة. روسيا الآن يعني في قلب الإعلام العربي والدولي، يعني ما بيمرق ساعة أو نشرة أخبار ما لا تذكر فيها روسيا. ولكن دعني أبدأ من لبنان وليس من سوريا، أريد البدء من لبنان. بداية، كيف تقيم موسكو الوضع في لبنان اليوم؟ يعني نحن نشهد فراغا رئاسيا، شللا حكوميا، شللا على في المجلس النيابي. لا أريد الكلام الدبلوماسي، أريد تقييم فعلا موضوعي. كيف ترون ما يحصل في لبنان الآن في موسكو؟ هذا صحيح أنه كل شيء، كل هاي الظواهر الأزمة السياسية في لبنان، هذا شيء مؤلم لموسكو لاعتبارات عديدة. أنه لا يوجد رئيس خلال هذه الفترة طويلة. نحن لدينا نفس الرأي مثل عند المجتمع الدولي ككل، أنه البلد لا يوجد الرأس فيه، فطبعا نواقص في هذا ينعكس سلبيا، نحن ندرك ذلك تماما. فشيء ثاني أنه رئيس المسيحي في العالم العربي، فنحن بالنسبة لنا هذا شيء قيم. فلذلك خلال كل هذه الفترة نحن نبذل الجهود الدبلوماسية لانتخاب الرئيس. في نفس الوقت أن روسيا تشتغل في إطار مجموعة دعم دولية للبنان، ونحن لا نريد أن يكون الموقف لدينا منفرد. نحن لدينا الموقف مع كل الجماعة، كل المجموعة الدولية. هل تعتبرون أن الوضع في لبنان دقيق، يعني هو تحت السيطرة أم ممكن فقدان السيطرة عليه؟ في كل ما يحدث بالنسبة لنا الأولوية هذا الأمن والاستقرار في البلد. نعتقد أنه خلال هذه المرحلة أمن مضمون في لبنان، أمن مضمون. منذ الفترة كنا نتحدث عن خطر ممكن بيجي من سوريا، أو خطر كبير إذا كان هناك استيلاء على الحكم في سوريا من قبل الإرهابيين، أو مثلا هجوم من وسط عبر وسط سوريا الشمال لبنان. هذا كان حديث مع عدد كبير من المسؤولين هنا والعسكريين. الآن بالمشاركة الروسية في سوريا وخاصة في الأماكن في الوسط والأماكن حيث هناك المجموعات هذه، فهذا الخطر غير وارد بلبنان. أما الخلايا أو شيء مجموعات صغيرة إرهابية، فهنا طبعا المخابرات اللبنانية، الأجهزة الأمنية شاطرة في هذا الشيء وتعمل على ذلك. هل إذا كان هناك خطر إرهابي على لبنان أو إمكانية هجوم، مع العلم أنك عم بتقول أنه غير وارد، ولكن إذا كان واردا أو إذا صار في تغير في قواعد اللعبة، هل ممكن أن تدخل روسيا عسكريا لحماية لبنان مثلا من هكذا هجوم؟ لا، أول شيء أنه هناك جبهة في سوريا، فلذلك نحن بكل الجدية نحن
نشارك فيها. وعندما الرئيس بوتين اتخذ قرار حول المشاركة العسكرية القوات الجوية في المعركة، فهذا كان ليس فقط لإنقاذ سوريا بل لإنقاذ المنطقة ككل، لأن هذا الوباء الإرهابي هذا امتداد لا يعرف الحدود. فلذلك هذا مقصود، أن المعركة في سوريا الآن هي أوسع من بلد هذا البلد. فلذلك خلينا نحن نتحدث حول ما يجري هناك. أما مثلا مشاركة طرف خارجي في أي بلد، هذا وفقا للاتفاق مع السلطات والرسمية مع النظام في هذا البلد. طب سعادة السفير، يعني من الطبيعي انه ما يجري في لبنان يعني له ارتباط في لما يجري في سوريا الى حد ما، هل تعتبر موسكو ان ادارة الازمة في لبنان والوصول الى حل ما واعادة الحياة للمؤسسات الدستورية في لبنان، ان كان انتخاب رئيس او موضوع الحكومة او انتخابات نيابية، له علاقة مباشرة بتسوية ما في سوريا؟ هذا ممكن يكون ربط، ممكن لا يكون ربط، لأنه على الأطراف اللبنانية أن تقرر، لأنه الشيء المباشر أنا لا أرى، ولكن الأحزاب اللبنانية أم تشعر أنه الآن الأوضاع أم تسمح بحدود معينة توافق حول الأمور المعينة. مثلا الحد المعين اليوم تشكيل الحكومة مثلا، أو بصير الانتخاب رئيس أو شيء، وهذا يتوقف على الاتصالات اللبنانية. بس هذه الأحزاب هم بتشوف ماذا يحدث في المنطقة. وإذا نحن طبعنا كل قصة الرئاسة أخرى، فكان في هناك منذ الأول كأنه في أوضاع نزاع في سوريا، صعب جدا أي تطور في لبنان. بعدين صار في ربط بالنووي الإيراني، الآن مجددا الموضوع السوري. فهذا الشيء كأنه هون المطبخ السياسي عم بيشعر انه ماذا يجري، ويعتقد بانه الان ما فيش فرصه او هناك فرصه بس بسيطه. فلذلك انا اقول انا اوافق على المنطق، انه اذا كان تطور مثلا في سوريا يساعد في المستقبل القريب، أنا إن شاء الله قريب يكون للانتخاب رئيس هنا، فنحن نرحب. عندما تتحدث عن المطبخ السياسي اللبناني وتقول أنه دائما كان مرتبطا بملف، إن كان ملف السوري أو ملف النووي الإيراني مثلا، والآن عاد إلى الملف السوري، إلى أي مدى ترى أن الأطراف في لبنان لديها فعلا هامش قرار مستقل إذا أردنا أن نقول في الملفات الكبرى اللبنانية؟ عند فعلا هامش قرار، أو هي مرتبطة إلى حد كبير بالأطراف الراعية لها؟ نحكي عن إيران، نحكي عن السعودية، حتى نحكي عن روسيا كمان. ظاهريا برأيي أنه ممكن على الأحزاب اللبنانية أن تتخذ أي قرار بريده، والأطراف الخارجية مثلا خلال فترة معينة الجميع قالت أنه ما عندنا الشيء، ما عندنا المرشحين أو ما عندنا التدخل بموضوع رئاسي، وخلي اللبنانيين أنفسهم. بس هون عم بيسأل كما أنا أتصور مثل السياسي اللبناني نفسه، أنه شو بتصير النتيجة هون بالخيار معين، كيف يكون هذا الدور لهذا الرئيس، هل يكون هو ناجح قادر أو شيء، وكان نتيجة ما فيش التوافق على المرشح. بعدين بصير تغيير المناخ في المنطقة، ويشوفوا أنه خلاص أنه في هناك الإمكانية.
وممكن الوصول إلى الهدف. فلذلك أقول أنه نحن ننتظر إذا كان في تقدم في سوريا بتصير هون إعادة تفكير في موضوع رئاسي وانتخاب رئيس. طبعا بدي احكي طبعا بالتفصيل عن سوريا ويعني التدخل الروسي في سوريا، ولكن دعني أسألك عن مواصفات الرئيس الجمهورية. كيف ترى موسكو مواصفات رئيس جمهورية لبنان؟ بروفيل يعني، مش عم بحكي عن أسامي. والله عندما نحن نقول أنه لا يوجد لدينا المرشح، هذا أيضا هذا أوسع من فقط أنه اسم معين. نحن نعتقد أن اللبنانيين أنفسهم هم يعرفون أحسن ما هو المطلوب اليوم على مستوى رئيس لمصلحة لبنان، لأنه هنا حسابات دقيقة جدا في هذه الظروف، لأنه هو يجب يكون قادر على الحديث مع الجميع داخليا وخارجيا، يكون هو قادر على يكون عنده نفوذ وعنده يكون القدرة على يكون هناك القرارات لمصلحة لبنان. هذا هو. فلذلك الطرف الخارجي، ولو كنا نحن نعرف الوقائع اللبنانية، ولكن نحن ما بنقدر أن نقول بالضبط حتى المواصفات هذه المطلوبة اليوم للحالة متميزة للبنان. طب سعادة السفير، عندما تقول لديه القدرة يعني على التحدث مع الجميع أو يكون عنده يعني بعض النفوذ، هل هذا يعني رئيس توافقي؟ الآن صار في تعمق بالحديث حول الرئيس، فلذلك عندما هناك سؤال توافقي فمعناته إذا أنا جاوبت فهذا يعني أنت ضد الرئيس مقصود عدد من المرشحين. إذا أنا قلت قوي هذا أيضا مقصود، فلذلك أنا أفضل أن لا أتعمق بهذا الشيء. طب سعادة السفير، يعني لبنان هو مكونات، طبعا هناك دولة مركزية، في حكومة، في رئيس حكومة، طبعا ما في رئيس، ولكن طبعا أنتم كروسيا تتعاملون مع الدولة اللبنانية، ولكن هناك مكونات، ومن المعروف أن هذه المكونات لها قوة يعني ولديها وهي فاعلة على الأرض. إذا بدنا نحكي عن حزب الله تحديدا ونحكي عن علاقة موسكو بحزب الله، ما هي رؤيتكم لدور هذا الحزب في إطار حل يعني مستقبل لبنان؟ هناك دائما علامات استفهام دور حزب الله وكيف يمكن أن يكون فاعلا في لبنان، موضوع سلاحه وموضوع المقاومة. أنتم كيف يعني ترون، ما هي رؤيتكم لدور حزب الله في لبنان؟ نحن شايفين أنه حزب الله يعتبر أحد الأحزاب الأساسية على الصعيد اللبناني، وكحزب سياسي وعنده برنامج سياسي، وخلال كل فترة الأخيرة هم متمسكين جدا بالأمن والاستقرار في هذا البلد. فنحن لدينا رؤية إيجابية لهذا الدور، وعلاقتنا طبيعية مع الحزب. طيب بس ما نحكي عن سوريا، طبعا الحزب له دور كبير الآن يلعبه في سوريا، هناك قوات من الحزب على الأرض تقاتل مع الجيش السوري، وأنتم كروسيا تؤمنون غطاء جويا من الأرض، يقال أن هناك غرف عمليات تجمع يعني تنسقون مع غرف عمليات لها الجيش السوري، ويقال أنه معهم إيرانيين ومعهم حزب الله. هل فينا نقول موضوعيا أنه هناك الآن تحالف وأنتم تنسقون مع حزب الله كونه في هذه غرف العمليات عسكريا على الأرض السورية؟ بالنسبة للجوانب العسكرية ما عندي أبدا أي فكرة حول آلية للتعاون، وسياسيا ممكن أقول أن نحن نتعاون مع النظام السوري على أراضي سورية وليس مع الأطراف الأخرى. هذا الشيء الجوهري. طب
لفت شيئين يعني في اليومين الماضيين، لفت الإعلان عن تنسيق بين الطيارين الروس والطيارين الأمريكيين في روسيا لتجنب أي في عفوا في سوريا لتجنب أي يعني تصادم أو 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 اشتباك بيسموها فك الاشتباك أو شيء. وأيضا لفت من جهة تانية غارة إسرائيلية على الجيش السوري قيل على النظام أو على مواقع حزب الله، يعني الموضوع شوي غامض ما كتير فهمنا في القلمون. هلأ أنتم كروس تنسقون مع الإسرائيليين من جهة، وطبعا هناك تنسيق دائم مع الجيش السوري والحزب، أليس هناك تناقض في ذلك؟ يعني كيف يتم التوافق بين الخط الساخن الروسي الإسرائيلي من جهة والتنسيق مع النظام وحزب الله على الأرض لمحاربة يعني المجموعات المسلحة؟ هنا أظن أنه كل شيء واضح وبسيط جدا، أنه نحن عسكريا وسياسيا نحن نتعامل مع النظام السوري فيما يخص بالغارات والقوات الطيران جوي. قوات جوية. فلذلك هذا يشمل الأراضي السورية. هناك في خطر معين أنه صار في بصدفة المشكلة مع الأمريكان أو مشكلة مع الإسرائيليين. أظن أنه تم حل لهذا الموضوع عبر الاتصال. أيضا هناك الاتصال، أنا لست خبيرا في هذه الأمور، بس بيتم إبلاغ يعني القوات الأمريكية والإسرائيلية. بالنسبة لنا سياسيا واضح تماما أنه عندما نتنياهو جاء إلى موسكو والتقى برئيس بوتين وهو بكل الوضوح والشفافية قال أنه ما هو اللي يحدث اليوم في سوريا ما في علاقة بإسرائيل. فلذلك هناك غير مطروح على الإطلاق أي مشكلة غير مطروحة. فلذلك هناك شيء فني بقى بالنسبة للتنسيق ومع الأمريكان بطبيعة الحال نحن الآن نتعاون في إطار فيينا. فلذلك أيضا هذا غير مطروح أي نوع من الصدام. يعني الغارات الإسرائيلية ضد مواقع للنظام السوري أو حلفائه، ما هو موقفكم منها؟ أنا ما عندي معلومات دقيقة حول الغارات أو شيء. هذه الأشياء غامضة جدا، أنه ما في هناك معلومات أكيدة حول هذا الموضوع. فلذلك بالنسبة أنا أعتقد أنه هناك من حيث المبدأ سؤال واحد فقط، هل ما يجري كيف تمس المصالح الإسرائيلية أو اعتبارات أمنية إسرائيلية؟ وجواب أنه هذا لا يتعلق بالأمن الإسرائيلي، هذا يتعلق بموضوع الأراضي السورية مكافحة الإرهاب. طب حسب معلوماتكم وتحليلكم سعادة السفير، هل إسرائيل تفضل بقاء النظام السوري برأيك؟ هذا السؤال أظن أنه هناك داخل إسرائيل حتى في الفئات الحاكمة أو حول هذا أرى مختلفة. أنا لا أعتقد أن هناك رأي واحد، لأنه هناك إيجابيات وسلبيات بالنسبة للإسرائيليين. أنه من جهة أنه سوريا كبلد كدولة قوية مع الجيش القوي، هذا طبعا عدو لإسرائيل. في نفس الوقت هذا الطرف مضمون الاتفاق معه معين. بالنسبة لنا استراتيجيا لدينا استراتيجيا هدف عملية السلام في الشرق الأوسط، وعملية السلام هذا ممكن يكون طرف فقط الدولة قوية في سوريا. شيء آخر، إذا كان في هناك السلطة إرهابية أو هناك التفكك البلد والعصابات موجودة في كل مكان، من ناحية أنه بالنسبة لإسرائيل لا يوجد عدو قوي، في نفس الوقت أنه هناك بتصير مفاجآت من قبل هذه المجموعات.
وإلى أين أيضا غير واضح. فلذلك أظن أن هناك الانقسام في الأوساط الإسرائيلية بالنسبة لهذا الموضوع. وأنا أشاهد التعليقات الإسرائيلية وأسمع، ففعلا برأيي هناك الناس عم بيقولوا أنه عودة سوريا كدولة موحدة أحسن لإسرائيل. شيء ثاني أنه خاصة أظن بالمرحلة الأولى كان في المبسوطين في إسرائيل أنه هناك الجيش متورط بالأمور على أراضي سوريا، وهناك استنزاف للقدرات الجيش والشعب وسوريا كدولة. لكن بحالة تفكك ومضى للمدى البعيد أظن أنه ما فيش جواب واحد على ذلك. مع العلم أن هناك حديث أنه إسرائيل تدعم بعض المجموعات والفصائل المسلحة في سوريا. لا يوجد لدينا تعليق على هذا الشيء. فهذا يتعلق أيضا بمواقف في داخل إسرائيل، ولديهم تصريحات معروفة حول هذا الموضوع أنه هم يقدمون المعالجة أو شيء. هذا أيضا هذا معروف، لكن أنا بحكي عن الأشياء الكبيرة الاستراتيجية، أما هذا فهذا شيء تكتيكي. استراتيجيا كيف تصف سعادة السفير العلاقات الروسية الإسرائيلية؟ لدينا العلاقات، هناك يوجد جانب العلاقات ثنائية، فهناك بطبيعة الحال الصلات متطورة من ناحية أنه موجودون كثير من الناس من الاتحاد السوفيتي السابق بإسرائيل، من ناحية أخرى أنه عملية السلام قضية فلسطينية بالنسبة لنا خلال عشرات السنين، وسيبقى هذا الأمر المهم جدا، ولديه يجب أن تكون الأولوية بالمنطقة، ويجب أن نتغلب على هذه النزاعات اليوم عشان نعود إلى القضية المركزية. وفي هذا الإطار فنحن بطبيعة الحال نريد العودة إلى المفاوضات العربية الإسرائيلية، ونحن نكون أن نلعب دور بناء في هذه المفاوضات. ولكن اليوم مرحلة عندما هناك التركيز القدرات العربية كلها على ما يحدث في العالم العربي، فلذلك الإسرائيل لا تشعر أنه هناك حاجة ملحة لتقدم نحو التسوية. فلذلك هناك تصريحات مجموعة الأربعة أو جهود من أجل التفاوض الإسرائيلي الفلسطيني، هذه الجهود ضعيفة نسبيا بسبب الأساسي أنه الأجواء في العالم العربي غير مناسبة لهذه الجهود. نحن ما بنقدر أن نكون الأقوياء، بدون التأييد العربي. سعادة السفير، سنتوقف للحظات مع الإعلان، بعد الإعلان ندخل في الموضوع السوري. ما هي الشرارة التي أوجبت التدخل الروسي في سوريا، ولكن مباشرة بعد هذا الفصل الإعلاني الأول. عودة إلى كلمة حرة مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين، أهلا وسهلا فيك. طبعا خلينا نرجع للموضوع السوري وهو الأهم، وعاصفة التدخل الروسي في سوريا التي فاجأت الكثيرين، طبعا خارج إطار تصاريح دبلوماسية. سعادة السفير، ما هي الشرارة فعليا التي أوجبت التدخل العسكري الروسي في سوريا؟ لماذا بسبتمبر 2015 بعد 4 سنوات على الحرب في سوريا قررتم أن تتدخلوا عسكريا؟ ماذا جرى؟
أعتقد رأيي الشخصي أنه أو من حيث المنطق أنه عندما الأمور تتطور باتجاه معين توصل الأمور إلى مستوى أو حد عندما يجب اتخاذ قرار حاسم. وهذا هو ما وقع، لأنه المماطلة والاستنزاف كم يستغرق؟ سنة، سنتين، ثلاثة وإلى آخره، بمزيد بالمزيد من ضحايا والدمار. الخطر الإرهابي أصبح واضح للجميع. رئيس بوتين إذا تذكرنا أنه هو أجرى الاتصالات مع الأغلبية الأطراف بالمنطقة، مع كل الخليج ومع الأتراك، وبطبيعة الحال نحن بتواصل مع النظام. وبعد هذه الاتصالات أيضا إذا تذكرنا صار في إعلان مبادرة بوتين أنه لتشكيل جبهة عريضة لمكافحة الإرهاب، وهذه المبادرة في الوقت عندما هناك في تحالف المعادل للإرهاب بقيادة الولايات المتحدة. ولكن لدينا موقف من هذا التحالف أنه لديه نواقص ولدينا شكوك في الأهداف وإلى آخره، هذا كل شيء معروف. برأيي أن بعض الاتصالات مع الأطراف الإقليمية وما استمع رئيس بوتين منهم هو شعر أنه في لديهم القلق، رغم أنه خلافات هناك بين المعسكرين، ولكن القلق موجود عند الجميع بالنسبة للإرهاب وإلى آخره. شيء آخر أنه من يلعب دور، ولكن يجب الشيء كمفتاح، شيء كمفتاح للدخول للمرحلة الجديدة أصبح هذا القرار للمشاركة العسكرية. نوعيا تختلف عن الأعمال التحالف الأمريكي، لأنه هون التنسيق الجوي والبري، فلذلك هذا عمل لإنجاح هذه العملية. فأظن أنه هكذا كان في تطور للتفكير الروسي ولاتخاذ القرار. قبل أن أدخل في تفاصيل تقدم هذه العملية العسكرية على الأرض، يعني الأسبوع الماضي كان أو من أسبوعين تحديدا كان ضيفي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الوزير اللبناني طارق مصري، تعرفه جيدا، وقال أنه اعتبر التدخل الروسي العسكري هدفه منع الرئيس الأسد من السقوط، يعني هذا هو الهدف الأساسي، أو تدعيم موقعه على الأقل في المفاوضات المقبلة في فيينا أو في غير فيينا. هل فعلا يعني هل توافقه الرأي؟ هل ترى أن هذا فعلا الهدف الروسي الأساسي، إبقاء مثل ما بيقولوا يتبقى الأسد على واقفا على رجليه، يعني بعد أن مني بخسارات كبيرة على الأرض؟ نحن هنا نوعا ما لعب بالمصطلحات. نحن مثلا عندما نحن نؤيد دولة سورية، نحن نؤيد نظام كنظام الذي يمثل دولة سورية، وبهذا المفهوم نحن نؤيد نظام، لأنه نحن نؤيد نظام كممثل للدولة كسلطة شرعية، والجيش تابع للنظام. فلذلك عندما نحن نساعد الجيش بأجواء والجيش بالعملية البرية، فهذا التعاون ممكن نقول أنه نحن نساعد النظام وليس الشخص الرئيس الأسد يعني. أما هذا عندما يقولون أنه لإنقاذ النظام كالرئيس بشار الأسد، هذا التركيز على شيء آخر. فلذلك أنه خلينا نحن نتجنب اليوم هاي اللعبة بالمصطلحات، ونحن الآن دخلنا إلى مرحلة جديدة، فخلينا نحن نعتمد على الوقائع الآن، وخاصة بعد لقاء فيينا. فأظن أنه يجب أن تكون أجواء ما بيننا أجواء الأكثر إيجابية وأكثر بناءة مما كانت بهاي
زرع شكوك أو شيء بالنسبة للنوايا. يعني النوايا نوايا كبيرة لدينا، ممكن نقول أنه هذا نحن نريد توحيد الجهود الجميع في محاربة الإرهاب وإنقاذ بجهود المشتركة إنقاذ المنطقة، وليس فقط إنقاذ النظام السوري أو الدولة السورية حتى. هل أسأل هذا السؤال لأنه برأيك هل يمكن التفريق بين النظام وبشار الأسد؟ يعني هل هما مختلفين؟ هذا أيضا نحن نتحدث حول هذا الموضوع أكثر من 4 سنوات أو 5 سنوات الأخيرة، فلدينا موقف ثابت منذ الأول وحتى الآن لا يتغير. هناك في بعض الأحيان تركيز أو استخدام كلمات مختلفة، ولكن الموقف كما هو أنه نحن نعتبر الرئيس شأن داخلي للشعب السوري، والأطراف الخارجية لا تستحق لها أن تتحدث حول هذا الموضوع. هذا أكيد، وهذا سيتحقق إذا نحن تقدمنا لتطبيق ما اتفقنا عليه في فيينا خلال المرحلة القادمة. هذا هو، فلذلك اليوم يجب نتجنب أي حديث حول شخصية رئيس في سوريا. ولكنكم يعني أقمتم اجتماعا في فيينا بغياب أي شخص سوري، يعني حتى ممثل عن النظام، أنه إذا كنتوا عم تحكوا عن الدولة وعن الحفاظ على مؤسسة الدولة، أين كانت سوريا على طاولة المحادثات في فيينا؟ هذا فكرة أن يكون هناك اجتماع للأطراف الخارجية، هذا مرافقة دولية للتسوية في سوريا. هذا كان مقصود أن هذا الاجتماع ليس للسوريين، بل هذا الاجتماع للأطراف المعنية للتسوية السياسية في سوريا ومكافحة الإرهاب. فلذلك من هذه الزاوية نعتبر الحضور حضور واسع ومتكامل عمليا، هذا شيء جيد. أما الوجود السوريين هذا للاجتماع آخر. أعلنتم عن اجتماع مقبل ممكن أن يكون بين المعارضة والنظام، الآن تعملون على ذلك؟ كما فهم كما نحن نفهم الوضع أنه الآن المطروح موضوع الاجتماع للسوريين. الدمستورة هو مكلف لترتيب الأمور بهذا الشيء بالتنسيق مع الأمريكان مع روس والآخرين ترتيب هذا اللقاء. كما هو أصبح تقليديا أنه من جانب نظامنا لا أظن أن يكون هناك المشكلة، لأنه الوفد الحكومي تشكيله بسيط جدا. أهم شيء أنه تشكيل الوفد المعارضة، هناك مثل ما نحن نعرف كل المؤتمرات أو اللقاءات السابقة كانت تمثيل جزئي، هنا التمثيل الخارجي المجموعات الخارجية، هنا فصائل داخلية وإلى آخره. نحن من حيث المبدأ منذ بيان جنيف نؤكد ضرورة أوسع تمثيل للمعارضة السورية، فلذلك اليوم نشتغل لتأمين أوسع الحضور. وهذا أولا. الشيء الثاني يجب يكون هذا وفد موحد، لأنه إذا كان في ممثلي فقط كأشخاص أو كمجموعة وبدون صفة وفد موحد كل واحد يحكي خريطة الطريق تبعه، وهذا مستحيل إخراج التقدم. فلذلك نحن ندعو دائما إلى تشكيل هذا الوفد ووضع الوثيقة موحدة للمعارضة السياسية ليكون هذا موضوع البحث مع وفد حكومي. وهذه دعوة صعبة، يعني لأنه هن ببعضهم مش متفقين، يعني هناك مشكلة كبيرة في ذلك. بس دعني أسألك سعادة السفير عن الإرهاب وتوصيفكم لهذه المجموعات الموجودة على الأرض، هناك عشرات المجموعات المعارضة على الأرض، ما هي المجموعات على لائحة الإرهاب الروسية؟ يعني من هم الأطراف الذين لا تتعاطون معهم سياسيا وتعتبرون أنهم في لائحة الإرهاب؟
نحن الآن فعلا دخلنا إلى المجالات الأكثر صعوبة كفعلا هذا تشكيل وفد الموحد أو لائحة المجموعات الإرهابية. بالضبط أنا ما بقدر أقول كل هذه اللائحة، هذا قيد النقاش، ونحن نريد أن ننسق بهذا الأمر مع المشاركين الآخرين، ولا نريد أن يكون هناك الإشكالات بالوسائل الإعلام حول هذا الموضوع أكثر من اللازم. أظن أنه هناك النقص الأساسي أنه هناك الاعتراف سابقا كان أن مثلا القاعدة كمنظمة إرهابية، لكن خلال هنا الأوضاع تتطور سريعا، فلذلك هناك هذه الفروع ابتداء من النصرة والداعش. هاي المراحل لتطوير هاي المشروع، هذا المشروع اللي بدأ كمشروع القاعدة وبعد ذلك بصير التطور السريع وهذه الفروع. فيجب هناك التفاهم بين جميع المشاركين أنه هذه الفروع تعتبر خطر ليس أقل من خطر القاعدة. وبالنسبة لداعش مثلا هذا واضح للجميع، فلذلك جبهة النصرة في علامات استفهام، يعني في ناس مش موافقين على مثلا كون. بالنسبة للنصرة أنه من وجهة نظر الروسية أنه تقريبا نفس الأساليب، هناك بعض الأشياء المتميزة عند داعش مختلفة عند داعش، أنه عندما نحن نشاهد على شاشات التلفزيون هذا الزبح، ولكن الجوهر نفسه عند النصرة مثلا. ولكن أنا أريد أركز على الشيء المبدئي أنه يجب يكون هناك تفاهم بين الجميع حول هذا الموضوع، وتثبيت هذا التفاهم في مجلس الأمن، لأنه يجب يكون يعني تعريف الإرهاب أو تسمية هذه المجموعات. لا، هناك تعريف الإرهاب هذا شيء غير، هذا الشيء الاستراتيجي و يتطلب جهود إضافية، ولكن بالنسبة خصوصا ما يحدث في سوريا يجب يكون هناك هذا التفاهم. لماذا؟ لأنه بكل بساطة أنه يجب الوصول إلى وقف إطلاق النار بين الجميع الفصائل التي ستشارك في الجهود السلمية وتسوية، وتكون بحالة معينة مع بتعاطي مع الجيش النظامي مع قوات النظام. والطرف الثاني الذي لا يوافق على ذلك والتي محاربته ستستمر، فلذلك هذا شيء عملي، تثبيت هذه اللائحة، هذا عنصر لوقف إطلاق النار، مواصلة الاتصالات على الأرض ومحاربة الجانب الذي لا يوافق. فلذلك أنا لا أريد أن أقول أنه حول الأسماء مثلا للمجموعات، يعني في جيش الإسلام، في جيش الفتح، في زهران علوش، أنه كل عندما سألوا لافروف جاوب أنه من يتصرف كإرهابي هو إرهابي، معناته بهذه المرحلة تيرولاتيف بالفرنساوي أنه نسبة، ولكن هنا في معنى أنه بهذه المرحلة من يكون يتصرف بالجهوزية للوقف إطلاق النار وما فيش المشكلة بالنسبة مع الجيش النظامي، وهو يكون المؤيد الحوار الوطني السياسي والمستعد لمحاربة
الطرف الذي لا يوافق على ذلك. نحن بطبيعة الحال أصبح أنه داعش كأنه هذا معترف كأنه هذا نموذج أنه جانب الذي لا يريد التفاوض ويريد التوسع لحتى وإقامة دولة الإسلامية. فلذلك حتى هذا يكون هذا أيضا أحد العناصر اللي ممكن يكون واضح وين الموقف المجموعات الأخرى من هذا الموضوع. الشيء الثالث أنه نحن اليوم حسب المعلومات الواردة من المصادر العسكرية فنحن نتصل مع بعض المجموعات المسلحة وحتى الغارات الأخيرة أصبحت وفقا للمعلومات من هذه المجموعات. من الجيش السوري الحر يعني عم تحكي؟ والله هذا مش معروف، هذا سر، ولكن كان مبدأ هذا مهم جدا، بداية التعامل العملي حتى بين الجانب الروسي وهذه المجموعات. ومهم جدا هنا أنه هذا وفقا لموافقة رئيس بشار الأسد بموافقة نظام، لأنه بوتين عندما كان يعني الاتصال الروسي بهذه المجموعات تم بموافقة نظام السوري. القصة عندما كان منتدى فالداي لدينا في روسيا، المنتدى هذا للسياسيين للمفكرين، وبوتين كان مشارك، وهو أخبر أنه عندما هو التقى برئيس بشار الأسد هو سأله أنه كيف يكون موقفكم إذا نحن اتصلنا مع المجموعات المسلحة ويكون بيناتنا تعامل في محاربة الإرهابيين. والرئيس بشار الأسد قال أنه إيجابيا، الموقف الإيجابي معناته صار في الاتفاق المبدئي أنه ممكن نحن نتعامل مع المجموعة مسلحة ضد المجموعة الإرهابية. والآن هذا الخبر عندما الطيران الروسي استخدم معلومات من مصادر المجموعات المعارضة هذا يدل على أنه فعلا هذا التعاون بدأ. بس إذا بدنا نحكي هيك بصراحة، هل يستطيع رئيس الأسد أن يقول لا للرئيس بوتين؟ بطبيعة الحال كان ممكن يقول هذا. هناك في مبالغات بالنسبة لتأثير الروسي على النظام السوري. نحن أول شيء أنه نحن إجمالا في الدنيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي نحن نمارس العلاقات مع الجميع باحترام حتى زيادة في المبالغة في ما يخص بأسلوب الحوار وإلى آخره، لأن هناك الهجمات دائما من كل الأطراف التي تراقب وتريدون أن تعمل تخلق المشكلة في العلاقات ما بين روسيا مثلا والجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. دائما يقولون أن هناك المطامع الإمبراطورية في روسيا وإلى آخره. فلذلك لدينا هذا تعودنا نحن الآن للحوار بأشياء بهذا، نشعر أنه لا يجوز هناك أي مبالغة في الحديث. أما بالنسبة للنظام السوري فبيناتنا علاقات تقليدية، ونحن نعرف أنه السوريون هم غير موالين حتى للاتحاد السوفيتي أو الآن لروسيا على الإطلاق. لديهم غير موالين؟ أبدا، لديهم في الرؤية معينة لمصالحهم. فلذلك أنه لا يمكن أن يعتبر كأنه بوتين ممكن يفرض على بشار الأسد شيء لا يعتبر الرئيس بشار الأسد مناسب لمصالح سورية. إذا هو لأنه خلينا نقول بصراحة، إذا كان هناك التقسيم في سوريا او انقسام في الصفوف المعارضة المسلحة، وهذا طبعا لمصلحة النظام والمعارضة الوطنية،
لأن الانقسام هذا من ما بين الجناح أكثر تطرفا وربما الجناح الذي ممكن أن يقبل التسوية السياسية وفقا لشروط معينة. فلذلك هذا من ناحية من زاوية نظام هذا جيد. يعني ما عنده مشكلة يتعاطى معهم النظام أبداً. لهذه المجموعات اتهمتم انه كل الطلعات يعني عم بيكون في اكثر من 100 طلعة جوية في اليوم الواحد منذ بداية الحملة حملة القصف الجوي الروسي على المعارضة او على ارهابيين السوري على الارض السورية. اتهمتم انه ما كتير كان في تركيز على داعش، يعني صار في قصف لمعارضين لا علاقة لهم بداعش، حتى قيل انه من بين الذين دربوا امريكيا على الارض السورية في مجموعات دربوها الامريكان تم قصفها من قبل سلاح الجو الروسي. يعني ما في كتير تركيز على داعش. هلا رجعتوا طلعتوا بيانات انه نحن كل يوم عم نصادف هالقد، بس ما عم نشوف في تغيير فعلي على الارض. وهلا بقول لك ليه، بس جاوبني على هذا السؤال. هذا نعود مره اخرى الى كيف نحن نصنف كل هذه المجموعات. ولازم سؤال هذا يؤكد ضرورة استعجال في الموضوع تصنيف هذه والتحديد وين مكان كل المجموعات المسلحة. بس في الحقيقة هناك أول هدف هو الداعش، هذا بكل المعايير. شيء الثاني، نحن لم نقل أنه فقط داعش، هناك المجموعات الإرهابية الأخرى. فلذلك هذا يؤكد أنه إذا في هناك أي اتهامات تجاهنا احنا فيجب توضيح هذا الأمر، لأنه نحن أصبح هناك أيضا تصريح مشهور للافروف أنه هو طلب من الأمريكان اتصال مع الجيش الحر ومن هناك المسؤولين ومن الممثلين وإلى آخره. فالآن أصبح هناك الاتصال مع المجموعات. نحن ما نعرف الأسماء، ولكن من حيث المبدأ أصبح هناك هذا التطور. أما الاتهامات أن روسيا عم تقصف، هذا للأسف الشديد أنه هذا جزء من الحرب الإعلامية ضدنا. ونحن كنا نعرف أنه حتى قبل الغارات كانت هناك صور جاهزة للضحايا، حتى صور المدنيين اللي عم تنشر على التواصل الاجتماعي. هذا يعني بدك تقول ما في ولا مدني مات بالغارات الروسية؟ يعني بدك تقول أنه ما في ولا مدني مات في الغارات الروسية؟ صحيح، لأنه هناك الغارات دقيقة جدا بالمواقع المرافق. وهناك التلفزيون الروسي هناك اليوم يصور جيدا روسيا اليوم. بما في ذلك هناك التغطية إعلامية كاملة، لأنه هناك في الأوقار هناك داخل والفعالة جدا، هناك القنابل للداخل العمق هذه الممرات وإلى آخره. هذا ما في أي علاقة بأي المنشآت المدنية أو شيء من هذا النوع. أنا أكرر مرة أخرى أنه الصور هذه كانت جاهزة قبل بداية الغارات، فكل هذا تضليل لرأي العام. هذا واضح تماما. هذا الجانب مؤلم بالنسبة لنا، ولكن علينا أن نتحمل هذه الأعباء لهذه الحرب الإعلامية. من يقوم بهذه الحرب الإعلامية؟ يعني من يشوه الدور الروسي برأيك؟ هذا واضح. كل وسائل الإعلام التي تنشر هذه الصور أو هذه الأخبار هي مشاركة بشكل أو بآخر في هذه الحملة. عدد كبير، يعني إذا بدنا نحكي عن هذه الوسائل هي فعلا كثيرة. طبيعي، لأنه مليارات دولارات طبعا تمويل هاي لوسائل الإعلام. على كل حال هاي القضية اللي نحن نشرح يوميا أنه هناك مثلا تصريحات لوزارة الدفاع الروسية كيف كانت هذه الغارات، شو الأهداف
شو عدد الأهداف وكيف وين وإلى آخره. شيء أنا بدي أقول شيء كمان مهم جدا برأيي، أنه عندما يقولون أنه لماذا مثلا في هذه المنطقة، بطبيعة الحال هناك العملية مشتركة بين القوات الجوية الروسية وقوات البرية للنظام جيش النظامي، فلذلك بطبيعة الحال أن هناك الأهداف بدرجة أولى أهداف لكي يكون هناك بعدين هجوم الجيش السوري وتحرير هذه الأراضي، هذا هو الهدف. فلذلك هناك ليس فقط مثلا داعش بل هناك المجموعات الإرهابية أخرى. شيء ثاني أنه مرة أخرى أقول لازم توضيح اليوم بصورة مستعجلة خلال هذه الأيام من هو فعلا يكون المحارب المحارب إلى النهاية، أو من يكون هناك مع الناس مع الجيش محارب ضد الإرهابيين. بس سعادة السفير على الأرض يعني لم نلحظ تغييرا استراتيجيا كبيرا، يعني ما شفنا بعد الجيش السوري قدر احتل أراضي جديدة، قدر طرد المجموعات المسلحة. حتى في تقرير لروسيا اليوم تحديدا تحدثت منذ يومين عن احتلال داعش ضيعة جديدة اسمها المهين، وحتى إلى علاقة بتهديد طريق حمص دمشق مرورا بحما وحلب. يعني في تقدمات داعشية على الأرض، كيف تفسر ذلك رغم كل الحملة، يعني الطيران الروسي والهجوم البري السوري الإيراني زائد حزب الله؟ حسب معلوماتنا أنه هناك المبادرة بأيدي الجيش السوري، وتم التحرير لعدد كبير من القرى والمدن، هذا بكل تأكيد، والمساحات واسعة. الشيء الثاني أنه هناك لابد من الهجوم المضاد أو هجمات المضادة، لأنه هذا أسلوب حرب العصابات هكذا، لأنه المتحرك سريعا، فلذلك ممكن يكون ضربات. ولكن من ناحية الاستراتيجية هناك تحول برأيي أنه تحول ملموس. شيء ثاني ما نشوف بالمستقبل القريب كيف سيتطور الأوضاع ميدانيا. سنواصل سعادة السفير بموضوع السوري طبعا والروسي. بدي أجرب أسألك شوي عن الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء. هلأ CNN بتقول أنه الاستخبارات الأمريكية ترجح أن يكون ما حصل للطائرة هو تفجير قنبلة زرعت من قبل الدولة الإسلامية في الطائرة، هيدي مصادر CNN نقلة عن CIA. ولكن لا نتوقف للحظات، نقول بعدها لنتابع هذه الحلقة مع السفير الروسي في لبنان ألكساندر زاسبيكين. الجزء الأخير من كلمة حرة مع السفير الروسي في لبنان ألكساندر زاسبيكين. سعادة السفير، كنا عم نحكي عن التقدم، يعني الحملة إذا أردنا أن نقول حملة النظام بالتعاون أو بالدعم الروسي على الأرض. حكيت عن تقرير رشا توداي اللي حكي عن تقدم لداعش في بعض المناطق. أيضا كان في هذا التقرير شيء ما لفت، كأنه هناك تشكيك في قدرات الجيش السوري على فعلا التقدم والخرق على الأرض. هل فعلا ترون أن بعد 4 سنوات من الحرب المضنية على الجيش السوري وعلى احتلال هذه المجموعات مناطق كبيرة في سوريا وهذه الأراضي الشاسعة، هل يظل الجيش السوري قادرا على التقدم على القتال؟ هل عنده نفس القوة اللي كانت عندما بدأت هذه الحرب؟ ألم يصبح منهكا؟ بطبيعة الحال هذا السؤال هو سؤال للخبير العسكري. سياسيا نحن شايفين أنه بالتدخل الروسي أو مشاركة ما يقولون مشاركة روسية، أنه أصبح هناك الشعب السوري
متحمس ب ب للمستقبل بأحسن وبالنجاح بمحاربة الإرهاب. هذا هو من جانب العسكري ما بقدر يقول شيء إلا أنه أشرت إليه أنه صار في هذا الهجوم صار في توسع للوجود والسيطرة القوات الجيش السوري على المناطق. غير هذا ما بقدر أن أقول. هناك شيء آخر أنه ضروري التقدم السياسي في التسوية السياسية وضروري اتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد تمويل تسليح وتسرب المقاتلين من برا إلى أراضي سوريا. ونحن سنبذل الجهود في إطار فيينا خصوصا لتحقيق هذه الأهداف، لأنه فعلا أنه استنزاف ممكن أن يستمر إذا ما لم يتم القطع لهذه المساعدات. تحكي عن تركيا تحديدا عن الحدود التركية. أنا لا أريد أن أشير إلى نحن كدبلوماسيين نحن لا نتحدث حول الأسماء وإلى آخره، نحن نتحدث حول المبادئ معينة. من بين المشاركين في اللقاء فيينا يجب يكون هناك اتفاق حول كل هذه المواضيع، ونحن سنصر على هذا الموضوع خلال المرحلة القادمة. ترى أن هناك فعلا تعاونا أمريكيا ونية أمريكية للوصول إلى حل سياسي في سوريا؟ هناك لدينا أمل أنه كما برهن على ذلك التحضير للقاء فيينا ولهذا اللقاء نفسه أنه كان في هناك تعامل ما بين لافروف وكيري على مستوى جيد، وكنا نحن نلاحظ أنهم يريدون إنجاح لهذا اللقاء كأنه معنيين لتحقيق عدة أهداف، وفعلا لديهم الموقف ضد داعش وهم يريدون التقدم في التسوية السياسية. وببيان فيينا هناك بعض الأشياء من هذه الناحية مهمة وتتعلق بالموضوع مكافحة الإرهاب وبموضوع عملية سياسية في سوريا، واستطعنا أن نتغلب على هذه النواقص المحاولات التشخيص، والآن يجب اتفاق حول خريطة الطريق للعملية السياسية في سوريا. هذا الحوار ومساعدة فعالة للأطراف السورية، كل واحد يجب أن يشتغل مع الطرف يؤثر عليه، ونحن نتوقع أن الأمريكان سيشتغلون مع الفصائل المعارضة خاصة المعارضة الخارجية، نكون في التنسيق. هل برأيك سوريا ستشبه العراق؟ يعني سيكون هناك نوع من كانتونات أو هيك تقسيم ولكنه غير معلن أو فيدرالية معينة؟ أول شيء أنه حتى اليوم وللمرحلة القادمة ونحن لدينا، أنا لا أتوقع أنه نحن نغير الموقف، أنه نريد سوريا كدولة موحدة بسلطة قوية مركزية. هل هناك يكون الأشياء اللامركزية أو ما هي الصلاحيات للمناطق؟ هذا شأن داخلي سوري، ولكن السلطة المركزية يجب أن تكون قوية في هذا البلد. بهذا التنوع
للمكونات أكثر من ما هي في العراق مثلا، ومطلوب هذا للجميع في سوريا أن تكون بدولة مركزية أكثر من ما الطموحات نحو الاستقلالية أو حكم ذاتي أو شيء. طب سعد صافي، عندما تتحدثون يعني عن المرحلة المقبلة تتحدثون عن انتخابات، إنه الشعب السوري هو يقرر مستقبله بنفسه. هذه الانتخابات هل ستشمل سوريي الداخل والخارج أيضا؟ يعني بنعرف إنه صار في ملايين اللاجئين خارج سوريا في الوقت الحالي، وهذا ما يغير أيضا في التوازن السوري. هل سيشمل أيضا سوريي الخارج؟ أنا أعتقد لا توجد لدي معلومات هل بحثوا هذا الموضوع بتفاصيل أثناء لقاء فيينا، وأظن أنه إذا لم يبحث حتى الآن فيجب أن يكون يبحث خلال الفترة القادمة. بطبيعة الحال أحسن إذا كان هناك العودة للجميع الناجحين إلى الوطن. هل هذا يمكن تحقيقه خلال هذه الفترة قصيرة نسبيا؟ نحن لا نعرف هذه الفترة لتحضير دستور والانتخابات بالضبط، ما بنعرف، ولكن ما بنعرف أيضا ماذا صعوبة العودة، ما هي الأوضاع بالمناطق، وهل يكون هناك تحرير كافة المناطق وإلى آخره، كل هذا أشياء صعبة. لكن طبعا الأحسن إذا كان في مشاركة أوسع ما يمكن من السوريين في هذا في الانتخابات. هل عندكم سقف زمني للعملية العسكرية الروسية؟ يعني تتوقع أن يكون هناك نتائج أو تغيير فعلي وكبير على الأرض لصالح يعني مشروعكم كروس وكنظام في فترة زمنية قصيرة؟ هذا أيضا أول شيء، أنه قرار بوتين لعملية محدودة زمنيا. في نفس الوقت هناك العسكريين لديهم مهمة المساعدة الجيش السوري حتى تحرير الأراضي من الإرهابيين. هذا هو، فلذلك هذا أنه المهمة واضحة، هدف واضح. كم يستغرب بالضبط؟ هذا هو السؤال. والعسكريين لديهم رؤية معينة لتحقيق هذا الهدف. طب إذا لسبب من الأسباب لم ينجح الجيش السوري وحلفائه على الأرض وما قدروا عملوا اختراقات كبيرة، هل هناك إمكانية لأن يكون هناك جيش روسي على الأرض؟ هلا بعرف إنه في خبر على الأرض، ولكن جيش روسي بأعداد كبيرة. قرار بوتين واضح جدا أن هاي القوات الجوية مشاركة. غير هذا أنا ما بقدر أقول. هناك هذه الأشياء، أنواع لمشاركة روسية، هذا صلاحيات لدينا البرلمان والرئيس الجمهورية. سفير ما بقدر أن يتحدث بهاي الموضوع. طب سعد سفير، فيك تقول لي ما هي الرسائل إلى من توجهت عندما ضربت الصواريخ البالستية من بحر قزوين على سوريا؟ ماذا تعني سياسيا هذه الخطوة؟ هناك في الأونة الأخيرة لدينا تطور جيد في القدرات الدفاعية الروسية هجومية، خلينا نقول أكثر من دفاعية، هجومية أكثر من دفاعية. وهنا هاي المصطلح ممكن نقول العسكرية. يجب يكون مفهوم أنه هناك إمكانيات لدينا، إمكانيات قوية جدا، وهذه صواريخ دقيقة وبفعالية هائلة. أظن أنه هذا الشيء كان مقنع
للجميع من ناحية أنه فعلا الجيش الروسي قوي وقادر على الأشياء الكبيرة. سعادة السفير، كمان بالأسابيع المنصرمة نقلت وكالات أنباء يعني صور لقطع بحرية روسية تحمل دبابات وتحمل اعتداء وجنود وقوارب كأنها إنزال. طبعا ما شفنا على الأرض، قطعت مضيق البوسفور باتجاه سوريا، هلا ما شفنا جيوش على الأرض ولكن شفنا هذه الصور. هيدي شو رسالة؟ هل هناك تحضير لنزول بري؟ انا اولا انا ما شفت هذه الصور، فلذلك ما بقدر. موجودين هناك صور عديده، يعني في بعض الاحيان هناك صوره لدبابه في سوريا بعدين يتضح انه هذه الدبابه منذ 10 سنوات في مكان اخر. طيب سعادة السفير، رح ارجع بعد شوي لسوريا، ولكن دعني اسالك، يعني هناك الكثير من علامات الاستفهام التي طرحت حول موضوع الطائره الروسيه المدنيه التي اسقطت في سيناء. تنظيم الدوله الاسلاميه داعش تبنى هذه العمليه، اليوم اصدر بيان قال لن نقول لكم كيف اسقطناها ولكن سنقول في الوقت المناسب. وهلا من شوي خبرتك انه السي ان ان نقلت عن السي اي اي الاستخبارات الامريكيه انه كان هناك قنبله، يعتقدون ان هناك او ترجح خلينا نقول انه كانت هناك قنبله على هذه الطائره. ماذا يعني لكم ذلك؟ من الصعب ان اعلق على هذا الشيء. انا هنا في نفس الوضع مثل كل المشاهدين التلفزيون، ما عندي أي معلومات إضافية المعروفة لكل العالم. نحن في انتظار الإعلان الرسمي حول نتائج التحقيق. كم يستغرق التحقيق هذا غير معروف، لأنه هناك ممكن يكون مثلا الأشياء تشير بصورة واضحة أنه ما هو السبب. أما شيء عادي أن يكون كل القطع يأخذوا لإعادة تركيب هيكل لطيارة، وفقط بعد ذلك يتضح أنه وين صارت المشكلة وطبيعة لهذه المشكلة. فأظن أنه هذا الأسلوب يكون أيضا هنا في هذا الحدث. أما الآراء أو تصريحات عديدة جدا، فشخص يتابع كل ساعة هناك رأي للمصادر، بما في ذلك لدينا مثلا خبراء الروس هناك أيضا لديهم الآراء حول الموضوع. فهذه الأخبار أظن أنه لا تزيد شيء ولا تنتظرون نتائج التحقيق والإعلان الرسمي. طب استراتيجيا سعادة السفير، ألا تخشون من بعد يعني الحملة الروسية في سوريا أن يكون هناك انتقام من مسلمين في العالم، من داعش التي لها خلايا نائمة، واحدة منهم بسيناء مثلا وفي بلدان آخرين، ألا تخشون من عمليات إرهابية ضد المصالح الروسية أول شيء في العالم؟ أول شيء أنه نحن بتسعينات نحن مرينا مرحلة صعبة جدا عندما كان هناك التفجير للمباني في موسكو وفي الدول الأخرى في المدن الأخرى بروسيا بمئات الضحايا. وأنا كنت مرة في المترو كان يجب أن يصل للمحطة، وقبل الوصول لخمس دقائق صار في هناك العملية انتحارية في مترو موسكو. فلذلك هذه الأشياء ليست غريبة للناس الروس. الشيء الثاني أنه اليوم خلال هذه 3 أيام كانت لدينا في السفارة، نحن كنا نستقبل الوفود والأشخاص تقديم التعازي، وأنا شاهدت هناك الممثلي لجميع الطوائف وخاصة كثير من طائفة السنية. الناس وعم بيقولوا أن السنة بالأغلبية الساحقة
هم يحبون روسيا. روسيا لدينا عشرات ملايين سن لدينا. فلذلك عندما نحن نسمع تصريحات، أنا لا أريد أن أستعمل الكلمات الغير دبلوماسية، التصريحات أنه السنة يكون ضد روسيا وإلى آخره. لا، حكوا عن حرب صليبية بعضهم يعني ضد. لا، هذا شيء غير هذا. هذا المشكلة أخرى صارت. إشكال بسيط، بس أنا أقصد أن هناك تحريض موجه ضدنا خلال فترة، كل هذه الفترة كأنه نحن بعملنا في الشرق الأوسط وأخيرا عسكريا في سوريا نحن ضد السنة، وهذا الكذب أكذوبة كبرى، لأنه نحن نريد إنقاذ بدرجة أولى على العيش المشترك بين كافة المكونات، وهذا التحريض، هذا التحريض ليس من سنة، أنا بيجي من مصادر أخرى. لا أريد أن أتحدث طويلا حول هذا الموضوع، ولكن نحن نجاوب على ذلك بتلاحم وبالصداقة وبالعيش المشترك لدينا في روسيا، وأيضا بتوطيد أواصر الصداقة والود مع السنة في كل العالم العربي. سعادة السفير، بعد هذه المعركة في سوريا، هل تتوقع أن تستعيد روسيا مكانتها في المنطقة كقوة كبيرة، كقوة أساسية، يعني يكون من بعد ما شهدنا يعني القوة الكبرى الأعظم وكانت الولايات المتحدة الأمريكية التي تتراجع عن تدخلها الآن بعد حرب العراق، هل تتوقع أن يكون هناك دور جديد ومختلف لروسيا؟ لحسن الحظ لنا أنه لسنا نحن نتحدث حول هذا الموضوع، بل أصدقائنا وشركائنا في العالم العربي، وهم يقولون أن العرب والمنطقة بحاجة إلى إعادة التوازن. حتى كل الدول وكل المكونات المجتمع العربي، لأنه الجميع حتى الذين لديهم تربية غربية عم بيقولوا أنه القطب واحد، هذا نشعر أنه تؤدي الأمور إلى المأزق. هناك اشتعال الفتن بلا نهاية، كأنه في قدرات لخلق المشكلة، ولكن ما فيش الحلول لهذه المشكلة. هناك الحراك الشعبي الذي يريد ضد الفساد أو من أجل الإصلاحات وإلى آخره، ولكن هناك الدخول العمل الاستفزازي والمدفوع بأغراض الأخرى، هذا ينقلب الأمر إلى العكس. فلذلك الطموح نحو الديمقراطية يتحول إلى العودة إلى الورع، إلى التوحش وإلى المحاربة الحضارة ككل. فلذلك مسألة إعادة التوازن هذا مسألة ليست مسألة روسية، بل هذا أظن أنه هذا للجميع، وخاصة أنه نحن لسنا من هواة القطبين، بل نحن نريد تعددية. هاي النظرية طبعاً معروفة أصبحت، وأنا من خلال الاتصالات هنا أنا عارف أنه بالمجتمع اللبناني أيضاً معروف جداً أنه هاي تعددية المبنية على توازنات العديدة، أخذن في الاعتبار التطورات في آسيا وفي أماكن الأخرى، ولكن المهم أن يكون المضمون مبني على الشرعية الدولية وعلى مبادئ عدالة والمساواة في الحقوق، لا يكون هناك الفوضى، لأنه التعددية بدون الشرعية الدولية والاحترام الحقوق هذا شيء ممكن يخرج من السيطرة. فلذلك نحن سنواصل النهج هذا في الوصول إلى التعددية بالمضمون الإيجابي
في العالم كله، وروسيا لديها ليست القدرات الاقتصادية أبدا، هذا معروف، ولكن كدور سياسي فنحن جاهزين نكون في طليعة في صف الأمامي لهذا العمل. سعادة السفير، سأختم هذه الحلقة بسؤال لك يعني شخصي إلى حد ما، بعيدا شوي عن السياسة وعن الدبلوماسية وعن الموضوع الاستراتيجي. صار لك 5 سنين بلبنان، كيف ترى يعني لبنان من وجهة نظر الأصدقاء، من وجهة نظر المجتمع اللبناني؟ كيف تفاعلت مع هذا البلد؟ شو بيعني لك يعني لبنان صار من بعد هذه الخدمة الطويلة في عندي خدمة في المنطقة وزيارات ربما 1000 مرة لبنان خلال أكثر من 40 سنة. أنا لأول مرة جيت في 72 حتى قبل الحرب الأهلية، ومنذ ذلك الوقت أنا أتابع الأوضاع في لبنان من خلال الخدمة في سوريا أو في موسكو، لأنه لدينا في وزارة الخارجية أنا خدمت أيضا بالمجال علاقات مع سوريا ولبنان وفلسطين، فلذلك أعرف جيدا جدا البلد والسياسيين والمطبخ السياسي. ف5 سنوات الأخيرة هنا العمل المكثف جدا، وبالنشاطات السياسية لبنان أظن مكانه متميز في المنطقة وأكبر من الدول الأخرى بهذا التنوع السياسي والأفكار والنشاطات. فلذلك عمليا أنه خلال هذه 5 سنوات أنا نسيت كثير من الخدمة السابقة في الدول الأخرى. يعني نسجت علاقات صداقة نسجت علاقات صداقة مع السياسيين، عندك هيك علاقات مميزة أو بقيت على مسافة واحدة من الجميع؟ أنا أعتقد أنه ليست هناك المسافة أبدا. كثيرين المسافة. كيف أنت والنائب وليد جملاط كان عم ينتقدكم بالفترة الأخيرة؟ صحيح أنه سياسيا بيناتنا الخلاف كبير فيما يخص بسوريا. بالنسبة للعلاقات الشخصية فأنا كتير متعاطف معه شخصيا كشخص، كرجل سياسي وكزعيم في طائفة وإلى آخره، ولكن بطبيعة الحال أن مواقفه طبعا تؤثر على علاقتنا. سعادة السفير، بس بعد عندي سؤال أخير، متفائل بالمرحلة المقبلة، هل هناك فترة زمنية تعتبر أن ممكن توصل إلى حل سياسي في سوريا وبالتالي ينعكس إيجابا على لبنان؟ ايه هذا هو. في ناس كانت عم تحكي عن 6 أشهر، يعني كان معي مروان اسكندر كمان من فترة الخبير الاقتصادي المعروف، وقال من هون ل6 أشهر الأمور صارت يعني يبدو أنه في حل سياسي في سوريا. خلينا نحن مثلا نكون متفائلين ونقول أنه هذا الكلام صحيح ونحن نرحب بهذا التفاؤل. شيء الثاني أنه لا يمكن لنا أن نكون مرتبطين بهذا الموعد 6 أشهر أو 5 أشهر أو في بعض الأربع، يعني بلا ما نحط حالنا بوقت هذا، أنه يجب نكون نحن متوازنين، أنه لا يجوز أن يستمر هذا طويلا، لأنه نحن وصلنا إلى هذا الخط عشان إيجاد المعالجة معالجة حقيقية، فلذلك بالموعد محدد. شيء الثاني، إذا قلنا أنه خلال 6 أشهر فلم ينجح، لن ينجح مثلا خلال 6، ماذا معناته نهاية الأمر؟ لا، فخلينا نحن نقول أنه من حيث المبدأ نريد أن يكون هذا خلال فترة محدودة لكن بدون قيود هكذا. اللبنان أنا أتمنى أن يكون تأثير إيجابي على لبنان حتى قبل نهاية العملية في سوريا. إذا كان هناك تطور
تطور وهذا اللبنانيون يشعروا فممكن يكون هناك اتخاذ قرارات إيجابية هنا. ونحن نتمنى ذلك أيضا ونشترك الرئيس سعادة السفير. شكرا لك ألكسندر زاسكين، شكرا لك لوجودك معنا اليوم على شاشة تلفزيون لبنان، على أمل لقاءات أخرى ويكون في تطورات إيجابية على المنطقة في المرة المقبلة. أهلا وسهلا فيك. بدي أشكر طبعا المشاهدين على المتابعة. الإعادة بكرة الساعة 11 الصبح الخميس، كلمة حرة مع السفير الروسي. طبعا بدي أشكر العاملين في تلفزيون لبنان، في الاستوديو، في فريق البرنامج، المخرج حنا بويري. اللقاء المقبل الأربعاء 9:30. إلى اللقاء.